بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد بيوت ومنازل الشيخ نامي بن جبر السليمي، ويذكر رجله الشيخ عبد العزيز ما كان لهذا المجلس وما كان لوالده من اجتماع الناس حوله. هذا مجلس كل المسلمين يشيله على صغره الحين، أول يشيله العالم كلها من جميع الحاضرين. اي قلت من الجبال هذه تجمع كلها باديه هنا. اي من الجبال البعيده هذه، ايوه، الى سميره، الى لا الى ادنى سمير. ادنى سمير، نعم. وين يتجمعون؟ هنا بهالمجلس هذا كله. وين المجلس هذا؟ لا صلوا الجمعه ترى يتقهون. يجون عندنا بعد صلاة الجمعة. بعد أداء صلاة الجمعة. نعم. تجمعون في المجلس ذا. الله الله. والقهوة والغداء. وشايل العالم الموجود كله. يوم كل جمعة. كل جمعة. كل جمعة. نعم. وأيضا الأستاذ لديه أستاذ عبد الله إبراهيم المزيد من المعلومات حول هذا القصر الخاص بإسرته. والذي أصبح الآن مادة تاريخية. صراحة ما شاء الله أنت مبدع وأكمل مني في كل على ما قيل كلمة أو حوار حول موقع تجيه. فهذا أنا لما أشوف الموقع هذا مكان صغير جدا. نعم. لكن هذا أيضا فناء ثاني من المنزل. نعم. فعلى ما قيل أشياء صغيرة تشيل عدد كبير. تشيل. وكان اللي أعداد كبيرة. نعم. أعداد كبيرة، لكن الحاجة اللي أنا يعني أفكر فيها بدون مكيف بدون شيء وبارد. نعم. إلى الآن. مثل ما لاحظت. الآن بارد ما شاء الله بدون مكيف. صراحة. ما ودنا الآن نخرج حقيقة. سبحان الله. نعم.